بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم ابنائي الطلاب، طلاب بريب 1، مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. كالعاده ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناه اللي اول مره يسمعنا، ويعمل فولو لصفحه مستر ساينس على الفيسبوك، لان هي طبعا المرجع بتاعنا يا اولاد. لو حبيتوا تسالوني في اي حاجه، تعرفوا كل الاخبار، تعرفوا جدول الحصص بتاعتكم، وتتابعوا معايا ان شاء الله درس بدرسه. كمان كل اللينكات موجوده تحت الفيديو ده، لو عايز توصل لنا بسهوله ان شاء الله، كل اللينكات وطبعا البلاي ليست كامله لدروس بريب 1. كمان يا اولاد، في سؤال في الحصه انا بقوله في نهايه الحلقه، اخر حاجه خالص في نهايه الدرس، بقى عايز اعرف اجابتكم على السؤال ده في الكومنتات، واشوف الناس اللي تابعت معايا. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن يونت 1 ليسون 3 بارت نمبر 2. في الجزء ده يا اولاد هنكمل كلامنا عن الاتوم، وهنتكلم عن تو ديفينيشنز مهمين جدا جدا، تعالوا نعرفهم دلوقتي. To express an atom, عشان نعبر عن الاتوم يا ولاد, of any element, we use two. ايه هما يا مستر؟ تعالوا نشوف. اول term عندنا, اول مصطلح اسمه atomic number. ده زي اسمكم. مهم جدا يا ولاد. What is meant by atomic number? It is the number of protons in the nucleus. طبعا هو عدد البروتونز في النيوكليس or electrons or electrons outside the nucleus. يعني ايه مثلا؟ طبعا مش احنا لسه قايلين من شويه اهو، ارجع كده افتكر كده دقيقه فاتت، قلنا ان البروتونز اللي جوه قد الالكترونز اللي ايه؟ اللي براه اللي بتدور حواليه. فهو ايه هو الاتوميك نمبر؟ It is the number of protons in the nucleus or electrons outside the nucleus. صح، يعني الاتوميك نمبر هو عدد اللي بره النيوكليس او اللي جوه النيوكليس. طب بيتكتب فين يا مستر؟ It is written to the left side below the symbol of element. يعني بصوا كده، ان شاء الله بعد كده هتشوف المنظر ده كتير. element ومكتوب رقم تحتيه ومكتوب رقم فوقيه. الرقم اللي بيتكتب تحت ده يا ولاد اللي هو الاتوميك نمبر. بص واحد تاني بيقول لي يعني ايه مصر الاتوميك نمبر؟ اهو بص فوق كده. يعني ايه؟ افهمك، يعني ده معناه ان الليثيوم ده النيوكليس بتاعته، بص بقى اهو، فيها 3 بروتونز. يعني ايه الرقم ده؟ يعني ايه الاتوميك نمبر؟ ارجع تاني للديفينيشن. It is the number of protons in the nucleus. يا مستر، يعني معناه هو انا مش هينفع اشوف يا اولاد الاتوم بتاعت الليثيوم بعيني. فهو الراجل مشكور يعني كده، كتر خيره، عمل لك يعني كانك بتشوفها دلوقتي. ازاي؟ انت كده فهمت ان الليثيوم اللي اي ده في النيوكليس بتاعته في 3 بروتونز، وبراها برضو في 3 الكترونز. 3 الكترونز ايه يعني؟ اختصار الكترونز. صح، انت شفتها؟ لا يا مستر، بس الرقم ده اللي عرفني. طب شوف لي ده كده، لما اقول لك ان اي 11 ده الاتوميك نمبر بتاع الصوديوم، ده معناه ايه؟ ده معناه يا مستر ان انا لو بصيت على النيوكليس بتاعت الصوديوم هلاقي فيها 11 بروتونز، وهيدور بره 11 الكترونز. يا سلام عليك، صح كده، فهمنا يا ولاد؟ طيب تيجي نختصر الكلام ده، نختصر، نمسح بس كده عشان تشوفه كويس. ده معناه ايه؟ نختصر الاتوميك نمبر في ايه يا ولاد؟ ان الاتوميك نمبر معناه equal number of protons equal number of electrons. من الاخر كده انت لو عرفت واحد من الثلاثه دول يبقى انت يعني عرفت الباقي. يعني لو عرفت الاتوميك نمبر يبقى انت معناه عرفت الاتوميك نمبر اللي بيتكتب كده، ان 11 ده 11 دي معناه ان في 11 بروتون و11 الكترون. طب افرض انا قلت لك ان الصوديوم عنده 11 الكترون، معناه ان انت عرفت ان هم 11 بروتون جوه النيوكليس، وان الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ 11. ما هم الثلاثه حاجه واحده يا ولاد. اتوميك نمبر ايكوال نمبر اوف بروتونز اللي هم البوزيتيف ايكوال النمبر اوف الكترونز اللي هم النيجاتيف. تمام؟ طيب تعالوا نشوف الترم الثاني اللي هو المصطلح الثاني اللي هو ايه بقى؟ الماس نمبر. يعني ايه مستر ماس نمبر؟ It is the sum of protons. Sum يعني مجموعة. Summation. Not a point for stop هنا. It is the sum of protons and the neutrons in the nucleus.
فاكرين نيوكليس؟ اي مستر. كان فيها بوزيتيف بروتونز وفيها نيوترونز اللي هي نيوترال تشارج، فاكرينها اللي ما فيهاش تشارج، اللي احنا قلنا ساعات بنعمل لها كده. ايوه مستر فاكرينها، واللي كان فيه بره الكترونز بتدور. ايوه برافو عليك. انا بقى في الماس نمبر يهمني اللي جوه دول، اللي هما البروتونز اند نيوترونز، اجمعهم لي على بعض، هات لي السميشن بتاعهم، يبقى انت جبت الماس نمبر. يبقى what is meant by mass number? It is the sum of protons and neutrons in the nucleus. مجموع البروتونز والنيوترونز اللي موجودين في النيوكليس. طب بيتكتب فين؟ الماس نمبر it is written above the symbol. بيتكتب فوق السيمبل يا ولاد. اهو ده. يبقى معنى كده اي رمز هتلاقي فيه رقم تحتيه هو الاتوميك نمبر، ورقم فوقيه هو ده الماس نمبر. ده معناه ايه؟ ان الليثيوم دي النيوكليس بتاعتها فيها كام بروتون؟ فيها ثلاثة. تمام. اه يا مستر ما احنا قلنا الاتوميك نمبر ده اللي هو النمبر اوف بروتونز، برافو عليك صح. طب فيها كام نيوترونز؟ اللي هيقول سبعة هزعل منه، اللي هيقول 7 هزعل منه. ليه؟ لان ال 7 دي هي البروتونز بلس نيوترونز صح؟ وانت عندك مين فيهم؟ تعرف مين فيهم؟ تعرف البروتونز. يعني ال 7 دول لو شلت منهم ال 3 بقى لك كام نيوترون؟ 4. في كام نيوترون اللي هم نيوترال؟ 4. حبيت تتاكد هم الماس نمبر هو عباره عن ايه؟ البروتونز اند نيوترونز ان ذا نيوكليس. هم البروتونز كام؟ 3. والنيوترونز حسبناهم طلعوا كام؟ 4. 3 و 4 يبقوا كام؟ 7. اهو فعلا 7 اهو. اه يا مستر فهمنا فهمنا. يعني انت لو عايز تجيب النمبر اوف نيوترونز اعمل الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر، برافو عليك. لو عايز تجيب النيوترونز يعني هات ال 7 دي اللي هي الماس نمبر او اللي هو بيقول عليه اتوميك ماس، خلينا الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر. يعني تاني كده الماس نمبر نمبر اوف بروتونز بلس نمبر اوف نيوترونز. عايزين اكزامبلز يا مستر، ما ينفعش الكلام ده. تعالوا نشوف. What is meant by the atomic number of calcium is 20. فهمت ايه؟ ان الاتوميك نمبر بتاع الكالسيوم سي اي ده ب 20 بتكتب اه ليفت سايد. انا فهمت يا مستر من كده ان ذات ذا نمبر اوف بروتونز ان ذا نيوكليس اوف كالسيوم از 20. اه انا فهمت من كده يا مستر ان البروتونز اللي هي البوزيتيف جوه النيوكليس بتاعته ب 20. واحد تاني يقول لي طب انا ممكن اقول حاجه تانيه يا مستر، ممكن تقول ايه؟ ان النمبر اوف الكترونز اوت سايد ذا نيوكليس از 20. يا سلام عليك صح برضه. طب تفهم ايه؟ ان ذا ماس نمبر اوف كالسيوم 40، ان الكالسيوم ده الماس نمبر بتاعته سوري الماس نمبر بتاعته ب 40 اللي بيكتب فوق. This means that the sum of protons and neutrons، مش الرقم ده بتاع البروتونز والنيوترونز، is the sum of protons and neutrons in the nucleus equal 40. بنقول الديفينيشن عادي يا ولاد خالص. تعالوا نشوف بروبلم. Example. انا هنا مدي لك ال O8 16. بص ازاي بقى O8 16 مديك مين ده يعني مستر؟ اللي تحت احنا خلاص عرفناه بقى، ده الاتوميك نمبر. ومين اللي فوق؟ ده الماس نمبر. يلا بقى هات لي النمبر اوف بروتونز. والله يا مستر سهله جدا، ما احنا اتفقنا ان الاتوميك نمبر ده هو النمبر اوف بروتونز، هو برضه هو النمبر اوف الكترونز. فاكرين لما قلنا الثلاثه ايكوال؟ يبقى النمبر اوف بروتونز كام؟ 8. النمبر اوف الكترونز 8 يا مستر، 8 برضه. الاتوميك نمبر ما هو 8 برضه. ما هو اتفقنا يا اولاد ان الاتوميك نمبر هو النمبر اوف بروتونز هو النمبر اوف الكترونز. طب الماس نمبر ال 16 اللي فوق. طب النمبر اوف نيوترونز ده ماينس ده، يعني هتقول له كده ماس نمبر ماينس اتوميك نمبر، يعني ايكوال 16 ماينس 8 ايكوال 8 برضه. فهمنا يا ولاد؟ عارفين ده معناه ايه؟ ان الاكسجين لو انت بصيت على النيوكليس بتاعته هتلاقي فيها 8 بروتونز، وهتلاقي بره 8 الكترونز، وهتلاقي جوه 8 نيوترونز. برافو عليكم. الدليل على كده ايه؟
لو جمعت البروتونز والنيوترونز دول A to A تديك ايه؟ 16 اللي موجودة فوق هنا دي. Another example. Carbon C6 12. الاتوميك نمبر ال6 طبعا يا مستر اللي تحت دي. الماس نمبر ال12 طبعا يا مستر الماس نمبر كله. النمبر اوف بروتونز هم 6 يا مستر اللي هم الاتوميك نمبر. النمبر اوف الكترونز خلصها لي بالمره 6 برضو. النيوترونز هتعمل الاتوميك نمبر الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر اللي فوق ماينس اللي تحت. ها سهلتها لك كده اللي فوق ماينس اللي تحت 12 ماينس 6 ايكوال 6 برضو. 12 ماينس 6 ايكوال 6. هنا حللها لك الصوديوم Na الاتوميك نمبر 11 الماس نمبر 23 النمبر اوف بروتونز 11 ويلا بالمره الالكترونز ما هتعملهاش دي معاها على طول. انت عرفت البروتونز يبقى انت عرفت الالكترونز على طول. طالما عرفت البروتونز يبقى انت عرفت الالكترونز على طول. طب النمبر اوف نيوترونز هتقول لي يا مستر اللي فوق ماينس اللي تحت اللي هو الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر يبقى 23 ماينس 11 تطلع فيها 12 نيوترونز. الواجب بتاعكم بقى اللي عايزكم تحلوه N714 اللي هو النيتروجين تعملوه بنفس طريقه الجدول ده وتكتبوها لي في التعليقات. يلا عايز اشوف الناس الشاطره اللي هتكتب لي في التعليقات اللي هو الاجابه بتاعه الجدول ده بنفس الترتيب كده يا اولاد. اكتبوا لي الارقام تكتبوا لي في التعليقات طبعا الاجابات بتاعه السؤال ده في الجدول بنفس ترتيب الجدول كده بالظبط. تكتبوا لي الارقام من الشمال لليمين وانا هشوف اجاباتكم ان شاء الله واشوف الشاطرين مين بقى اللي بيتابعوا معايا وفهموا الدرس كويس. وعندكم لينك الكويز كمان وموجود في الكلاس روم بتاعنا. يا اولاد نكون فهمنا الدرس كويس. لو عجبك الدرس وفهمته كويس جدا اضغط لايك ان شاء الله. لو في حاجه صعبه ارجع واسمعها مره تانية بالتفصيل بتركيز. ما تفتحش الفيديو من نصه يا اولاد او تفتح تسمع من نص الفيديو مش هتفهم كويس. ابدا من الاول خالص وامشي بتدريج معايا. بتوفيقكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.